جي بي تي النسخة الجديدة اللي هي تشات جي بي تي 4.0، وO هنا تعود على كلمة أمني أو اللي هو متواجد في كل مكان. يعني بقى في خاصية جديدة إن أنت تقدر تعمل ايمجز أو فوتوز باستخدام تشات جي بي تي. ده ممكن يكون بديل لميد جورني، بس هو لسه الموضوع مش قديم قوي، يعني لسه في تطويرات كتيرة. يمكن كان في موجود قبل كده بس دلوقتي بقى متطور، بقى بيعمل باحترافية اكتر. فتعالوا نشوف مع بعض ممكن نعملها ازاي دي. create an image او a photo a realistic photo، يعني فوتو حقيقية، photo of someone lost in the woods، مفقود تائه في الغابات يعني. starting a fire، بيعمل نار. اوكي، بيولع نار في الغابة. as if it is photographed by an icon camera، ولا عايز صورة كأنها متصورة بكاميرا an icon. for an Instagram post، لو انا عايز الانستجرام بوست عشان يدهني بمقاسات المربع بتاعت الانستجرام. خلينا نشوف مع بعض. طبعا لسه الموضوع في اوائله، يعني ما تتوقعش احسن جودة ممكنة. ممكن مع الوقت يبتدي الموضوع طبعا، لان دلوقتي مش زي كام شهر فات والوضع بقى متطور بسرعة صاروخية يعني. وان كان هو الصورة جميلة، يعني انا لو بعملها مش هحتاج حاجة اكتر من كده. اوكي، في خاصية بقى كمان هنا نقدر نعملها لما نكبر الصورة. دلوقتي هنا بيعمل لك الشات في الجنب عشان لو عايز تعدل حاجة يقول لك edit image. اوكي، لكن انا مثلا هنا هو جايبها لي كأن الصورة معمولة من كاميرا نايكون. اوكي، اللي هو حاطط الكاميرا هنا كأنه بيصور. انا عايز اشيل الجزء ده، اقوم رايح هنا على select واقوم جاي على الجزء ده بتاع الكاميرا. اوكي، واظلله كده، اقول له remove the camera selection. نشوف الصورة اللي هتطلع دلوقتي. طبعا واخد وقت طويل شوية بس مش مشكلة. 4.0 تشات جي بي تي 4.0 سريع جدا على فكره مقارنه بالنسخه اللي قبله. ودي الصوره اللي دهاني، شال الكاميرا وبقت صوره كان حد بيولع نار في الغاب. دي البدايه، والقادم احسن واخطر، مهم انك تعرف تستخدمه.